تقدم رجال المقاومة والجيش الوطني شمال غرب كرش في المناطق الواقعة بين محافظتي لحج وتعز بعد معارك عنيفة ضد المسلحين الحوثيين وقوات صالح. وقال المتحدث باسم المقاومة قائد نصر في بيان له إن المقاومة وقوات الجيش سيطروا على منطقة السفيلي وتبت روان الحويمي. تدور اشتباكات متواصلة بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي بمديرية حيفان جنوبي تعز، وتحاول المقاومة استعادة جبل الحصن بشكل كامل بعد سيطرتها عليه قبل أيام وانسحابها منه، كما تسعى للوصول إلى جبل الهتاري الاستراتيجي بعد استكمال سيطرتها على المرتفعات القريبة من الجبل. تواصلت الاشتباكات منذ الليلة الماضية بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في جبال الخرشة والمواقع المحيطة بجبال العقبة بمديرية خب وشعب شمال محافظة الجوف. وقالت مصادر في المقاومة إنهم تمكنوا من أسر عشرات الحوثيين في مواجهة محيط جبال العقبة. شنت مقاتلات التحالف 6 غارات جوية على مواقع في معسكر الصنعاء بمديرية أرحب شمال العاصمة، وغارة أخرى استهدفت مطار صنعاء الدولي، إضافة إلى غارتين استهدفت جبل براش بمديرية بن حشيش شرق العاصمة، وسلسلة غارات استهدفت مواقع مختلفة في مديرية نهن. طيران التحالف شن أيضا عدة غارات على تجمعات حوثية في أطراف مدينة ميدي بمحافظة حجة، في حين قامت طائرات الأباتشي التابعة لقوات التحالف بعملية تمشيط لأطراف مدينة ميدي التي حاولت مجموعة من مسلحي الحوثي والقوات الموالية لصالح التسلل إليها. تواصلت الاشتباكات بين الجيش الوطني المسند بالمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى في مديرية دمت بمحافظة الضالع. وقالت مصادر محلية إن أكثر من 10 مسلحين حوثيين قتلوا خلال تصدي المقاومة لمحاولة تسلل عناصر الحوثيين من قريتي العرفاف ونجد القرين في دمت إلى قرية عيس في مريس. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية مقتل أحد جنودها، وذلك في حادث تدهور آليته العسكرية خلال أدائه واجبه الوطني أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية للمشاركة في صفوف التحالف العربي لإعادة الشرعية إلى اليمن.